بتقول لأمكم من على المذاكرة، انتوا بتلحقوا تقعدوا اما تقوموا؟ اصل يا ماما كنت عايزة اقولك حاجة. خير؟ خير خير طبعا. ميرفت عزمانة على عيد ميلادها. ميرفت؟ ميرفت دي مين؟ بنت سيادة الوزير. واحنا مالنا يا اختي ومالهم؟ ازاي بس يا ماما مالنا ومالهم؟ مش جيران؟ ومن امتى يعني ميرفت دي بتطيقكوا ولا بتطيق حتى تبص في خلاقكم؟ لا يا ماما، لا يا حبيبتي، انت فاهمه غلط، دي بقت كويسه معانا قوي 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 يا ماما، وكل ما تشوفنا تقف تتكلم معانا، دي حتى بتقول لنا سلمولي على مامتكم. يا سلام، لا هي من دوري ولا انا من دورها، تسلم عليا بأماره ايه؟ ده غير ان انا اساسا ما بطيقهاش ولا بطيق اسمع سيرتها من كلامكم عن قله ادبها. لا يا ماما، دي بقت كويسه قوي قوي معانا، الظاهر اللي احنا بقى كنا فاهمينها غلط. ودي عزمتكم امتى ان شاء الله؟ النهارده واحنا طالعين في الاسانسير. هيا ماما يا حبيبتي نروح بقى عيد الميلاد. لا بلا اعياد ميلاد بقى، بلا كلام فاضي بلا هاجس، خليكم قاعدين هنا شوفوا مذاكركم احسن. ليه بس يا ماما؟ ده احنا هنا في العماره، وبعدين بقى احنا ما بنخرجش خالص، يعني في ايه لما نروح عيد ميلاد يعني؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده، انتوا ما يجوا ابوكم بقى تفهموا معايا. لا يا ماما يا حبيبتي، ما هو انت اللي هتقولي له، وانا متاكده انك هتخليه يوافق. انا اقول له بقى وهو وظروفه. طبعا مش موافق. عيد ميلاد ايه وزفت ايه؟ من امتى بناتي بتروح عيد ميلاد؟ انت جرى حاجه لنفوخك يا فاطمه؟ وفيها ايه بس يا عبده؟ ما هو في نفس البيت، ثم ان انت بتقول ان الوزير صح؟ لا مش صاحبي، الوزير مش صاحبي، ده حي الله ساكن عندي هنا في البيت. وبعدين افرضي انه صاحبي، اخويه، اقلده، اعمل اللي هو بيعمله، ليه؟ ناقص مخ، ناقص عقل. ده المثل بيقول اللي تلعقل نصيبه. نصيبه ايه كفضل الشر؟ ده هو عيد ميلاد العيال هيروحوا يفكوا عن نفسهم شويه، ما انت عارف من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت، يا حسره العمه ولا خاله. ومأول ما نشطح ننطح ونسيبهم يروحوا عيد ميلاد؟ يا جن النصيبه على عيد الميلاد وسنين عيد الميلاد، هيحصل ايه في عيد الميلاد؟ ايه؟ جرى ايه يا فاطمه؟ جرى ايه؟ ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس، عيد الميلاد فيه شبان وموسيقى وناس مش من وسطنا، ما نعرفش بيتصرفوا ازاي، ومسخره. انت فاكراني مش عارف؟ انا بسمع كل حاجه، وفهيم افندي بيقرا لي صفحه الحوادث كل يوم. فعرضك يا فاطمه اعملي معروف لمي بناتك، احنا في زمن اخبر، ربنا يكفينا شره. وعلى راي المثل ابعد عن الشر وغني له. يا لهوي، ده انا عيالي هتتنكد نكد. يتفلقوا. وبعدين قولي لي، هم يعرفوهم منين؟ عادي يعني، بشوفهم طالعين نازلين قصادهم عادي. يشوفوا مين؟ ابصر البت بنت الوزير دي، ابصر مش عارفه اسمها ايه كده. وش معنى يعني دلوقتي تلم الشامي على المغربي؟ ما بنتك ثانيه قالت لي انهم اتصالحوا تاني. انهم؟ هم مين؟ الراجل عنده بنت وولد، ولا رخى الواد ده بقى صاحب بناتك؟ جراية عبده، ما تتكلم عدل امار، هما بناتك بتوع الكلام ده ولا على اخر الزمن هيصاحبوا صبر؟ وانا عارف. وانا بقيت عارف لكم حاجه. بابا مش موافق يا نبيل. وما يوافقش ليه؟ ما انت عارف بابا وعقليته، ما بيحبناش نختلط بحد. بس احنا مش حد، احنا جيران. ولو برضه مامتك رايها ايه؟ ماما حاولت اقنعها، بس برضه الراي الاول والاخير لبابا. خلاص خلي مامتك تيجي معاكم. ماما؟ انا تهيألي لو ماما خرجت بره باب الشقه تتوه.